بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وصباح الفل عليكم. النهارده النجم العالمي ميسي في القاهره، بالتاكيد زياره هتكون ليها فوائد كتير ممكن نستفيد منها بشكل كمان كبير. الزياره هدفها دعم السياحه العلاجيه تحت شعار عالم خالي من فيروس سي. شطرتنا احنا فين بقى؟ شطرتنا احنا ان احنا نوري العالم كله مصر وجمال مصر من خلال زياره نجم عالمي كبير زي ميسي. النهارده في مصر هيكون موجود ميسي، والمفروض ان احنا يعني نستغل طبعا استغلال جيد زيارته بافضل شكل ممكن. عايزين النهارده العالم يشوف الاهرامات من خلال ميسي، يشوف النيل من خلال ميسي، يشوف اثارنا من خلال ميسي، يشوف الامن والامان في مصر من خلال ميسي، يشوف كل الاشياء الجيده في مصر من خلال ميسي. حد ممكن يقول دلوقتي يعني مصر دي مصر يعني 7000 سنه حضاره، 7000 سنه عراقه، وممكن تزود عن 7000 سنه اكتر شويه كمان لو حبيت. مصر التاريخ، مصر الحضاره، مصر الاثار، مصر الانجازات، مصر مصر مصر. يعني احنا ليه كده يعني ممتنين من زياره نجم كبير زي ميسي، واحنا اكبر من اي لاعب كره، مصر اكبر من اي لاعب كره في العالم، او اكبر كمان من كل لاعبي الكره في العالم. تمام، جميل، مصر كبيره، مصر عظيمه، مصر تاريخ، مصر حضاره، مصر اكبر من اي شخص، اكبر من اي حد في الدنيا. لكن في نفس الوقت الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان الشاطر والذكي هو اللي يقدر يستغل ويستخدم كل العناصر المتاحه في ايديه عشان البلد تبقى افضل، عشان البلد تبقى احسن، عشان البلد تتقدم. في ناس بتشيع في الخارج ان مصر ما فيهاش امان، ان مصر الدنيا فيها مش مستقره قوي، عشان كده يا ريت ما حدش يودي سياح هناك، عشان كده يا ريت مفيش استثمارات تروح هناك، هناك يعني مصر. في ناس بتشيع في الخارج كده. احنا بقى نستغل الزياره في ايه؟ في ان احنا نوجه رساله من غير كتر كلام، من غير ما نفضل نقول ونعيد ونزيد وناكد على ان الدنيا لطيفه، الدنيا امان، الدنيا مستقره. الرساله تبقى رساله مصوره يستغل فيها وجود نجم كبير زي ميسي في مصر هنا عشان نوجه رسائلنا لكل العالم. عايزين تتكلموا عن الجمال، عايزين تتكلموا عن الحضارة، عايزين تتكلموا عن الأثار، عايزين تتكلموا عن التاريخ، عايزين تتكلموا عن السياحة، شوفوها من خلال وجود هذا النجم في مصر. عايزين تتكلموا عن الاستقرار، عن الأمن، عن دولة وحكومة قادرة على إنها تحمي أي ضيف موجود فيها، اتفضلوا شوفوا ده من خلال زيارة نجم عالمي زي ميسي في مصر. عايزين تتكلموا عن شعب عظيم وشعب محب وشعب لطيف وشعب يعني يصادق ويحب كل ضيف وكل زائر يوصل على أرض الوطن، تقدروا تشوفوا هذا الشعب وتعرفوا حقيقة هذا الشعب من خلال وجود هذا النجم في مصر. عايزين ننفي كلنا كل الشائعات اللي بتروج عننا، عايزين كلنا نقدم صورة حقيقية عن نفسنا نستغل، وهي فرصة جنب فرصة جنب فرصة جنب فرصة. مش بقول ان ميسي هو اللي هيرجع السياحة مصر، مش هقول ان ميسي هو اللي هيغير رأي يعني بعض الناس في الخارج عن مصر، مش هقول ان ميسي هو اللي هيعيد الامور لنصابها في عيون العالم الغربي تجاه مصر، مش بقول ده، بس بقول ان المبادرات، المحاولات، الاجتهادات واحدة واحدة بتقدر تبني الشكل والصورة اللي كلنا نتمناه. لا بنقلل من قدر حد ولا يعني بنعظم من قدر حد أكتر من اللزوم، احنا بنضع الأمور في نصابها الحقيقي. عايزين كل ما نقدر نجيب نجوم عالميين يلقوا الأضواء على أبرز المعالم السياحية في مصر، أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، أهلا وسهلا بكل المبادرات اللي في وجهة نظري كمان يعني بتشير بأصابع الاتهام لهيئات المفروض هي المنوطة بالترويج السياحي لمصر، بتشير بأصابع الاتهام ليها لأنها هذه المبادرات بتعمل اللي ما بتعملوش الهيئات دي.
في الحقيقة يعني بنشوف مبادرات وجمعيات أهلية خاصة كده بتجتهد عشان مرة اللي يجيب ميسي في احتفالية كبيرة يقدر يستغل شغفه وحبه ورغبته في عمل الخير ومساعدة كمان أبناء وطنه في الأرجنتين في علاج مرض زي أو علاج فيروس سي. في نفس الوقت احنا متقدمين في علاج هذا الفيروس بشكل كبير جدا، وبنطلع أدوية وبنطلع علاجات، وقدمنا يعني طفرة وأصبحنا نموذج في هذا الأمر. في حد قاعد بقى يفكر ازاي يربط ما بين ده وما بين ده؟ النجم ده مهتم بهذا الأمر ومصر ناجحة ومتقدمة في هذا الأمر، فازاي يربط ما بين الاتنين وأفيد مصر من خلال الحاجتين دول؟ في ناس قعدت فكرت. على قد ما هم نجحوا في الحقيقة، على قد ما هم يعني أهالوا التراب على هيئات وعلى أشخاص وعلى عاملين في الترويج للسياحة في مصر بقالهم سنين طويلة، مش قادرين يعملوا واحد ولا 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 نص حتى في المية من ده. آخرهم كان يعني معارض في الخارج يشغلوا فيها مزيكا وناس ترقص وشكرا وخلاص يعني، ونفض المولد من غير ما حد يبص على المعرض ده ومن غير ما حد يبص على المكان المخصص لمصر في أي معرض من المعارض دي. يعني في الحقيقة رسالتين مهمين جدا في هذا الأمر، إشادة بمن قام بهذه المبادرة ونجح فيها حتى الآن، ونتمنى أن تكلل بكل النجاح إن شاء الله وتنتهي على خير، وفي نفس الوقت رسالة للقائمين اللي أساسا دي شغلتهم. في حاجات ممكن تتعمل، بس أنتوا يعني شدوا حيلكوا شوية، فكروا شوية، خلوا عندكم إبداعات شوية. أقول لكم إيه؟ حللوا القرش اللي بتاخدوه شوية، سواء كنتوا موجودين في مصر أو قاعدين في مكاتب كمان خارج مصر.